بتحضري كليب جديد الفترة اللي جاية؟ عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الكليب، هيكون الشكل فيه عامل ازاي، الستايل الجديد اللي هتظهري بيه. يعني احضر كليب جديد هذه الفترة، ما راح اقول يعني، خليه شوية مفاجأة، واحضر البومي المصري واحضر البوم عراقي. البوم مصري على يعني الالبوم العراقي والالبوم المصري كل واحد على حدة، فهذه الفترة دا احضر بهذا الموضوع ان شاء الله. ما اعرف يعني راح ينعرض على عيد او على عيد راس السنة، فلحد الان ما قررنا. في الألبوم المصري هتتعاوني فيه مع مين من الملحنين والشعراء والموزعين؟ الألبوم المصري حيكون مع يعني حصة الأسد للشاعر هاني عبد الكريم، وخالد وليد خالد نبيل كموزع، وهاني يعقوب كموزع، خالد عز، في خالد كثير، فكله خالد. ففي كوكبة كبيرة من نجوم مصر. ألبوم باللهجة المصرية وألبوم تاني باللهجة العراقية والخليجية، إيه اللي خلاكي تفكري إنك تعملي كل ألبوم مختلف عن التاني، ما تحاوليش إنك تجمعي اللهجات دي كلها في ألبوم واحد؟ أكيد، لأن أول شيء أنا عراقية، فلازم يكون عندي ألبوم عراقي، لأنه أنا عندي جمهور عراقي جمهور خليجي، وأنا أحب لهجتي العراقية كثير، وأحب يعني أحب العراقيين، فلازم أنا أكون وأمثل العراق، فلازم أكون إنه أنا أعمل ألبوم عراقي. ألبوم مصري لأنه جمهوري المصري هنا في مصر كثير يطلب مني أغاني، فحبيت إني أعطي كل واحد حقه، كل من يحبني أنا أعطيه حقه.